دائرة ضريبة الدخل بأننا قطاع خدمات. نحن رافع من رافع الاقتصاد الوطني. يجب أن ينظر إلينا أننا يعني جزء، وهكذا نرى أنفسنا جزء من إنقاذ الاقتصاد. إحنا مشغلين، إحنا محركين. أنتوا تتحدثوا عن تصدير، لكن إحنا نعاني ما نعاني حقيقة يعني. ثالثا، وأنا ما بدي أزاود، الطبقة الوسطى ترى والطبقة الفقيرة اللي تحكوا عنها كلها تشتغل معنا، ونحن ملامسين لهم الناس في المحافظات. هذا القطاع وهذه القامات اللي أمامكم هي التي تعمل في المحافظات وتعاني مع المحافظات ومع الفقر اللي موجود بالمحافظات. فإحنا يعني أي مساس في الطبقة الوسطى أو الطبقة الفقيرة هو مساس لقطاع الإنشاءات. كيف بدك تقول لي؟ سهلة، هذولا عمود فقري في قطاع الإنشاءات، هذه الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة. بدي أترك هذا المجال حقيقة لزملائي، لأنه لديهم ما يقولون بالقانون، وأتمنى على مجلس النواب، لأنه الآن القانون الآن بعهدتكم أنتم، وأستحلفكم بالله أن تأخذوا بعين الاعتبار بأن هذا القطاع يعاني معانا. آن الأوان أن نرفع من سوية هذا القطاع حتى نحرك اقتصادنا. اشتغل العجل زي ما بيقولوا، ولا الحجر، اشتغلت البلد. صاحب العطوفة، بسمع أنا إذا